صباح الخير مشاهدينا. اليوم بحلقتنا بكاتوك بس نستقبل مع المصمم اللبناني توفيق حطب. اهلا وسهلا فيك. أهلين. توفيق حطب بكاتوك. بناء على طلب كثير من الاشخاص اليوم رح نرجع نشوف فاشن شو وكل الكولكشن يلي هي لسبرينج سمر 2014 لتوفيق حطب. رح نشوفها سوا نحن والمشاهدين، وكمان رح نحكي عن كل الكولكشن وكل تطورات الموضه عند توفيق حطب. رح نشوف سوا وبنرجع من عليه. بلشنا نشوف كولكشن، عم نشوف بالبداية الدرس البلاك يلي هو اللون أكيد لازم ينزل بكل كولكشن، صحيح. ولكن نعرف توفيق أنه اليوم معروف كتير بلونين على طول بينزلوا بكل الفاشن شوز عن توفيق حطب، هو الفضي والذهبي. شو صار هاللونين اليوم؟ شوفي، أنا بعتبرهم هدول ألوان كلاسيكية، يعني كل ست بتحب أنه تقتني بدولابها فستان ذهبي او فستان فضي، بالاضافه اكيد للفستان الاسود. اما الملون لما بيكون في كميه اكيد بترجع بتختار الملون. الدونتيل الهيئه كمان كثير. انا دائما بحب الدونتيل، يعني الدونتيل اذا كان موضه ولا ما كانش موضه هو حلو استعمله. حلو كثير كثير، بيعطي انوثه وهو ماتير كثير رافيني، وبيعطي جرانديوز للفستان، بيعطي شياكه للفستان. نعم. بالإضافة أكيد بحب استعمل كتير الموسلين كمان ناعم خاصة لفصل الصيف. مزبوط. مثل ما الفيلور حلو كتير لفصل الشتاء. الدانتيل يلي بتستعمله توفيق هو دانتيل من برا خاص أنا دايما تقريبا بعمل الأوردر، بجيب الكوليكسيون تبعت الدانتيل من باريس، يعني أنا عندي مشوارين على الاقل بالسنه لحتى اعمل الاوردر تبع الكوليكسيون الصيف والكوليكسيون تبع الشتاء. اكيد بيتغيروا مع تغيير الالوان. نعم. بقى بجيب حتى لو زياده عندي، بس بفضل انه يكون كثير موجود بالاتوليه. نعم. و الكات يلي عم نشوفها كمان ان كان على الظهر وعلى الصدر، عم بتركز على التو كاتس ان كان فرونت والباك. اكيد، يعني انه لما بتكون هوت كوتشير وعم تعملي ديزاين بدك تعملي شيء جديد للست لحتى ترغب انه حتى زبوني اللي ما بتجي لعندك انه كمان تحاول انه تجي وتزور وتشوف شو اللي بناسبها. نعم. ما بتعتمدي اكيد اللي بتعملي هيدا، ما بتعتمدي على زبونتك اللي بتجي على الاتوليه دائما. انت عم تعملي هالعرض هيدا اكيد لزبوني وبعدين لناس تانيين انه يزيدوا عندك بالاتوليه. نعم. كليونتيل توفيق حطب في، يعني في اعمار معينه، في ستيل معين على طول بيجوا بيطلبوه، كيف؟ لا، هو اجمالا اذا كانت الست غير متناسق جسمها للموديل اكيد بنعدل لها اياه. مش عاجبها اللون اكيد بيتغير اللون على اللون اللي هي بتحب تستعمله. لا، الكليونتيل اجمالا عندي العروس. نعم. والعائله تقريبا وام العروس. وإذا كانت سيدة مثلاً حتى موديل معين براسها وما بيلبق لها، اليوم كيف بيتدخل توفيق؟ أكيد بنتناقش بالقصة لحتى نوصل لنتيجة، لأنه إذا مش مقتنع أنا بالشيء اللي هي بدها تساويه بس إنه مجرد شافته على فنانة أو شافته على صاحبتها بدها تساويه، أكيد لا، بدنا نتناقش لحتى نوصل لحل. مش كل شيء هي بدها إياه بصير، خاصة إذا مش رايح لها أو مش جاي على جسمها. اكيد انا بحب اني لما تطلع من عندي انه تكون هي مبسوطه وانا مبسوط بالفستان اللي لبسته. اكيد. في اشخاص معينين بيلبسوا من عند توفيق حطب على طول او هن الايمج تبع توفيق حطب؟ لكن انا عندي كثير كليونت، يعني زباين فنانات. هلا هن لازم يقولوا عن حالهم او يعرفوا في دائمه جدا. بس خلينا نقول كمان دائمه جدا. انا كان الله يعطيها الصحة صباح كل مسرحياتها، آخر ثلاث مسرحيات عملتهم كانوا ثلاثة إجمالا من عندي أكبر كمية من الفساتين. بعدين عندي هيفا، عندي مادلين مطر، عندي
بعرف كمان انه لبست ماجده رومي. ماجده رومي بمسرحياتها اللي كانت بالشاتو تريانون تقريبا كلياتهم ريسيتال اللي عملتهم لبست من عندي. انت في حدا معين بتحب انك تلبسه يمكن بالعالم او شيء او بتطمح انه شوفي كحدا نجوم بالفن ما كتير اللي بطرح حالي لحتى لبس، بس مين ما اجى اكيد اهلا وسهلا فيه. اكيد طبعا. بس انه ما بعرف انا ما كثير خجول اني روح دق تليفون او دق بحدا تاع البسي عندي. بس يمكن انت بتلاقي انه الستيل تبعك بيلبق لهيدي السيده او لهيدي الفنانه. لا هو امرار بتطلع فنانه ما بحب اللي لابسته بقول يا ريت بتلبس هيك او بتلبس هيك، مش ضروري من عندي، بس انه يا ريت بتعدل بفستانها لحتى يبقى ليق لها اكثر. نعم، بس ما في حدا مثلا من الستارز ما رح نقول انا اللي بحبهم مثلا لا اللي بحبها مثلا بحب كفنانة ولما بتحبي فنانة بتحب أكيد تلبسي منها. بحب شيرين عبد الوهاب نوجه لها تحية أكيد رائعة. يعني من الفنانات أكيد اللي بحب لبسهم وبحب كل فنانة جسمها حلو أكيد بحب لبسها. على كل حال يعني اليوم كل الفنانين والفنانات حافظين على نفسهم، على شكلهم على ستيلهم على لبسهم. أنت نرجع كمان شوي للكولكشن يلي هي لصيف 2014، الفضة حوى عم نشوفه هون، بلشنا بالفضة ولادي. الماتيريالز يلي تستعمل هون عندي هي كريب. نعم، واستعملت كثير هالمرة الكريب، أكيد دخله كمان دونتيل. كله دخله دونتيل؟ إي، كل الفساتين تقريبا دخلها دونتيل. نعم، وعم نشوف الزيتة يلي هو هو حير. وكمان الفضي من فوق الدونتيل تبعه الكورساج فضي. صحيح في شك ولكن شك كثير ناعم خفيف، هلا ما بقى بيتقبلوا انه كثير يبقى صحيح. ظاهر صحيح او قطع كبيره كثير. لا لا، انا القطع الكبيره هاي الحجار الكبيره هاي بتستعمل لشو لمسرح. بس ما اظن في ست بتستحملها انه تظهر فيها. مزبوط صحيح. عم شوف كمان هادي ماتير جديده. نعم، عاطي كورسي وجوبيه ولا كورسي وجوبيه دو بياس. دو بياس كمان دونتيل، والجيب دونتيل بس فوق منها هيدا السيلان. إذا بنطلع كمان أنه بنحس ستيل المودلز عم بيكون كمان كثير ناتشرال، يعني ميك اب فيري سوفت وشعر كمان ناعم سام. أنا بفضل هيك إنه تبقى كثير، ما بدي أقول أوروبيا، يعني المفروض إنه لما تبقى عم تعمل عرض أزياء تركزي على الفساتين وعلى الأشياء اللي بتلبسها. ما يلتهوا بالشعر والميك اب والقصص اللي هي سنوية. بعدين هن إجمالا يعني صبايا صغار منه ما بيستحملوا إنه كثير الميك اب كثير الشعر، لا إنه بدك على حسب عمرهم يعني. طبيعي. هون بلشنا نشوف الالوان القويه مثل الفوشيا. هون عندك في بيستاش مع فوشيا. هذا جامب سوت، هيدا ولا دو بياس؟ دو بياس كله هيدا. دو بياس بنطلون مع بيستيه، بس كانه سالوبيت او اوفرول. اوكي، هيدا اللون يمكن جديد انا استعملته بال يمكن من القلائل اللي استعملت هاللون، بس هالمره عامل هي الوان جريئه على كل حال لانه فليو. ايه برافو، فليو اكثر، بدها شويه برونزاج على ما اظن بالصيف. صحيح، بتمشي مع الصيف. بتصور هذا اللون بيلبق لكل الاجسام لانه الكت هون بتناسب اللي عنده وراك والمهندو وراك واثنين يعني بيخفي هيدول لانه جايين انفلوب الجيبات وهيدا موضه كثير السنه الانفلوب. بس الغريب كمان اليوم انه بموسم الصيف عم نشوف الكم طويل. شوفي هو الكم طويل بس ترانسبارون، يعني حلو الوحدة لما تلبس فستان إذا شوي هو سكسي يبقى شوي كمان ديسكري مش كتير أوفر. مزبوط. بعدين هيدا كلياته كمان بيتعدل بدها بكم أكيد طبيعي من نتيجة إنه هاي هوت كوتشير وبينعمل مثل ما بدها السيدة. أنتو كان أنا بحب الأشياء شوي ديسكري يعني. هيدول هلا أكيد للديفيلي. نعم. واكيد انه في اشياء مش مبطنه بس كلياته هيدا لما بتاخذوا الست اكيد بيتعدل. هون بلشنا باللون الذهبي. في وجود كمان للايبوليت؟ لا ما في عندي ايبوليت ابدا. لا السوبر شولدرز لانه شفناها هيدي اجت بيريود معينه اجت وانسحبت هالموضه لانه كمان في عالم تقبلت الأشياء. في عالم لا كل الاشياء هاي اللي تبقى شوي اكسنتريك زياده عن اللزوم بتيجي ببريود معينه وبتروح ما بتعدش موجوده بتاتا. نعم، هي
هي الاشياء الكلاسيك يمكن بتضلها بتعيش اكثر. وبعدين الست اللي بدها تدفع لاوت كوتور يعني بتحب الفستان يضلوا بخزانتها تلبسه عده مرات بعده مناسبه 100%. وحلو كمان بس ترجع السيده تتفرج على صورها بعد كذا سنه ما تحس حالها غريبه انه تضلها تحس حتى العروس هيك بتحس انه بعدها هلا بتورجي اولادها انه هن بيقدروا يلبسوا هالفستان. صحيح. كم فستان سهرة هون تقريباً؟ هون في 33 فستان سهرة مع فستان عرس واحد أبيض. الأبيض اليوم فستان العرس ولا ايه الكريمي وايت؟ نو أبيض. السنوي وايت يعني ايه. الأبيض القوي. ايه. بس هلأ بالتطريز يمكن شوي انكسر اللون. ايه. أخف. طب والتندانس عم بتكون أكتر بالسيران أو البرنسيس؟ شوفي كموضة؟ لا السيران. أكتر. بس كمان كل وحده شو برحله لو بروح لجسمها بس هو السيران انه على ما اظن بيلبق أكتر. بس اذا كثير عندها هونش بتيجي تعملي سيران كثير قوي ببين من فوق كثير ومن تحت قليل. مزبوط. هون بلشنا بالاحمر كمان دانتيل احمر مع موسلين. اكل حال لون ناري بموسم الصيف يعني لون قوي حلو. كمان الكات يلي عم يكون على الصدر عم يكون ستريت كات او هارد شيب اكثر؟ لا اثنين في عندك. هلا كمان في ناس بحبوا هيك وفي ناس بحبوا هيك يعني حسب الذوق. عاده السيده اللي بتجي لعند توفيق حطب هي سيده كلاسيكيه او عصريه او لا بتوين اثنين كيف؟ بصراحه مش الكثير الاكسنتريك كثير بدك تعملي لها شيء خاص لها. وبيجوا لعندي بدك ترسمي لها كروكي وبدك تجيبي لها حتى الماتيريال بتبقى غير شكل شوي. هاي دول سبايك والقصص في ناس كثير بعضهم انه بحبوهم انا ما كثير بحبزهم يعني لانه اذا ما بتحبون تشتغلون او بدلك تعدلهم على بعدلهم على طريقتي انا مش بشتغلهم مثل ما بدها. بس انا بحب الاشياء اللي قلت لك شوي هيك رفينه وبتعطي الوحده ليدي بتعطيها رويالتي يمكن أكثر. أنا بفضل هيك. والأحمر صعب كتير يا أما بيعطي كتير كلاس يا أما بيعطي الكونتراست تبعه. مزبوط. هو لون دقيق جدا فينا نقول. وفي ألوان كتير بتبقى دقيقة. صح. يعني الألوان الفائقة القوية الصارخة بتبقى كتير دقيقة يا أما بتساويها بطريقة ديسنت يا أما بتفرط القصة وبيفرط الفستان معها 100%. على كل حال هالألوان بدها كاركتير كمان يعني بده يكون سيدة عندها كاركتير قوية جريء تقدر تتحمل تلبس هيك لون وتفرط حالها بهذا اللون. مزبوط. لأنه عادة بالمناسبات الكبيرة بيروحوا على طول لأهين لون يا اللي هو لون الغامق الأسود إجمالا يعني لون الكحلي هذا الموسم شو؟ مش كتير في البلو جيتان أكتر بلو جيتان كمان فرابون من اللون الصعب اللي مش كتير سهل كمان دونتيل نعم سيران برانسيس باردون بدي أقول الكوبية اللي هي منا قد الجسم لا 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 أي شيب أكتر يلي بيجي ضيق من فوق وبيرجع بيوسع من تحت هو ضيق شوي على الورك ايه على الهونش شوي ضيق بس إنه هو واسع كله دانتال وشك ناعم. هلا يمكن بقربوا على الكورساج ببين اكثر. واليوم الطرحه قصيره او طويله عم بكون اكثر؟ لا طويله هي بتعطي احلى. هي رويال اكثر. صحيح. حلو كثير. مع فتحه كثير حلوه على الظهر ناعمه يعني. كمان الدانتيل داخل بالكورساج يعني محطوط انكريستاسيون دانتيل ومشغول عليه. عم بتنقع كل حال كاركترز كثير سمبل وناعمين. وايد الفستان بحسه رومانسي بيبرزوا كمان اكثر الدريسز. مع هالفاشن شو الحلو بنقول لك ميرسي توفيق حطب لوجودك معنا، اكيد كل ارقام التليفونات قطعت اوريدي على الشاشه مع كل السوشيال ميديا اللي كمان فيكم تتواصلوا فيها مع المصمم اللبناني توفيق حطب. اهلا وسهلا فيك وموفق اكيد لسمر 2014. شكرا كلكم مشاهدينا هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم بكاتوك. انا بوداكم وملتقانا ان الله راد التنين بذات الوقت. باي باي.